يظهر ان الهدنه الانسانيه في اليمن يسوقها الحوثيون نحو تحقيق طموحاتهم وامالهم في بسط اكبر قدر ممكن من السيطره بالاتكاء على مطالب شعبيه وانسانيه واظهار ذلك كانتصار سياسي والحديث باستفاضه عن ضغوط عسكريه قام بها الحوثيون باتجاه السعوديه من قصف صاروخي واخر بالطيران المسير وانها كلها هي من اثمرت في تحقيق فتح ميناء الحديده ومطار صنعاء شروط جديده تقدم بها الحوثيون لفتح طريق مدينه تعز الذي يربطها بالحوبان تمثلت في تسليم رواتب موظفي الدوله باثر رجعي معللين هذا المطلب بنقل الشرعيه سابقا للبنك المركزي الى العاصمه المؤقته عدن الأمر الذي يضع هذا المطلب في خانة المزايدة السياسية واللعب بالأوراق الإنسانية لتحقيق مطالب من الصعب تنفيذها في ظل تقاضي الحوثيين لمليارات الريالات من الجبايات القانونية وغير القانونية والتنصل نهائيا عن صرف الرواتب. هذا ويرى الحوثيون بأن فتح طريق الحوبان بند مستحدث وأحد أساليب الضغط الذي تم التوجه به إليهم لمبادلة فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة به وقد رفض الحوثيون عبر ناطقهم محمد عبد السلام أي خطوة أسموها بالتسيس في إشارة إلى عدم وجود نية لفتح المعبر الإنساني الذي تناسوا بأن الهدنة نصت عليه بشكل نهائي وبات لديهم ملفات لمجرد الابتزاز السياسي محللون يرون بان تعنت الحوثيين في رفض فتح معبر الحوبان لا يجب ان يتم التعامل معه سياسيا كما يتم بالشكل الحالي بل يجب اعاده ترتيب الاوراق عسكريا وفرض فتح المعبر باستغلال اكثر من 18 فصيلا مقاوما موجودا في تعز لانهاء تنصل الحوثيين عن هذا المطلب الانساني او استغلاله من قبلهم حافظا مخلصا على النظام الجمهوري وفي المقابل يقول السياسيون بان اوراق مجلس القياده الرئاسي ما تزال غير مرتبه الى اللحظه، وهو الامر الذي يجعل من الهدنه الانسانيه تمضي في سبيل تحقيق اكبر قدر من مطالب الحوثيين خارج اطار تبادل الضغط السياسي، خصوصا وان بنيه الشرعيه حاليا لم تتلخص الا في استبدال الرئيس الانتقالي السابق بقياده مجلس وسبعه نواب، ولا وجود لاعاده هيكله الشرعيه سياسيا باستبدال الحكومه بما يتناسب مع مهام المجلس الرئاسي. وعسكريا يرى خبراء بأن المجلس الرئاسي يجب أن يمضي في خيارات درء خطر الحوثيين المحدق على مدينة مأرب كخطوة أولى حقيقية والتفاوض بورقة الضغط هذه التي تتطلب مكاسبا جديدة على الأرض لإعادة توازن الكفة لا أن تصبح الهدنة كمارد فانوس لتحقيق طموحات الحوثيين ورغباتهم كل المؤشرات تقول بأن الضغط الدولي لتمديد الهدنة إلى الساعة يمضي على عكس ما تم الاتفاق عليه، وأن شروط الحوثيين التي كان يناور بها سياسيا وعسكريا باتت تنفذ على شكل بنود إنسانية، وهو الأمر الذي يسوق إلى تشكيل يمن جديد وفق رغبات الحوثيين أو قيادة البلد إلى فصل جديد من الصراع.